يا أطفالنا يا حلوين انتوا والله علينا غاليين، يا أصحابنا يا حلوين انتم والله علينا غاليين. بعد سلام ومساء الخير حان لقانا مع الفوازير، انتم معنا مدعوين سوف نزور عم بشير، على انت تبدون تاخير انا اسمي عم بشير، شبا وسني كبير سافرت بلاد كتير وصلت توا الحين. هو اسمه عم بشير شيباوي سنه كبير، سافر لبلاد كتير وصلت توا الحين. ايش موضوع الفوازير؟ وضح لينا يا عم بشير، وضح لينا يا عم بشير. اسمعوني يا اصدقائي وشرفوني كل مساء، أنا عندي شكاوى من الأطفال يسووا أخطاء في الأفعال، وبعد البحث في الموضوع أبغى أنصحهم بنصيحة، ونصيحتي هذه من القرآن آية والآية في سورة وفي القرآن مذكورة. إيش هالآية وإيش هالسورة؟ راح أقول لكم إيش هالسورة. إيش هالآية وإيش هالسورة؟ راح أقول لكم إيش هالسورة. وانتوا عليكم بالقرآن، هيا قل وانا سمعين الصبر طيب يا حلوين، هيا قل وانا سمعين الصبر طيب يا حلوين، هيا قل وانا سمعين الصبر طيب يا حلوين، هيا قل وانا سمعين الصبر طيب يا شاطرين، هيا قل وانا سمعين الصبر طيب يا حلوين. اقرأ أنت وصديقك، اقرأ يا بني الرسالة. تقول الخطاب لابن اسمه عبد الفتاح. صديقي اسمه صلاح، لا حسد ولا جفاء، الصلح خير وصلاح.